لا التانية بقى ان هي ايه يعني لا تصلي، يعني انا ممكن اكون يعني مثلا من يعني اروح نوادي واروح اماكن كتير مؤتمرات اوكي وعندي صداقات كتير جدا، هل ده معناه ان انا احكي لحضرتك كل حاجة عن لا حياتي؟ لا مش اي حد طبعا، هنا او بقى مش كل مشكلة الناس. كل السيدات مع الأسف، دايما بقول يعني كلامي ولساني ده يا جماعة والله ممكن يضيع حياتي كلها وممكن ينقلني لمستوى تاني خالص من طريقة كلام، من طريقة المجاملة، من طريقة اللباقة بتاعتي. فأرجوك ما تثقيش في كل الناس أو الصديقة القريبة وتحكي كل أسرار حياتك أو مثلا ظروف، أو مثلا أن أنا أتباهى، في أحيانا يجي العكس أن أنا أتباهى بأصل عائلتي، بثراء زوجي، بنجاح أولادي، بخروجاتنا، بالشوبينج. فأنت هتخلي اللي حواليكي ممكن غصب عنك، لو واحدة مش نفس المستوى تغير منك فممكن تأذيكي. وممكن اجرحها كمان، هي ان هي مثلا مش طبعا قادره تبقى زيي او كده، فانا بجرح ده بالكلام ده طبعا برضه. دايما يقول لك بلاش تتباهي بحاجه تنقص غيرك، انت كده بتجرحيها. صح. لازم زي ما قلت لازم يكون عندي ذكاء اجتماعي وسنس. رابع بقى لا لا تغاري، يعني كل واحده فينا عندها جمال مختلف عن التانيه. صح. مفيش ربنا مش خلق الانسان كل سيده عندها كل حاجه في الدنيا، بلاش مثلا اغور من شخصيه معينه انا حاسه ان هي عندها كل حاجه، وبالعكس انا ممكن لو بدلنا الحياه مع بعض ما اقدرش اعيش حياتها. بالظبط ما اقدرش اعيش حياتها، اقول لا انا يا ربي انا عايزه ارجع حياتي تاني. صح. فبلاش ان انا اقارن واغير، لا ثقي في نفسك وثقي في يعني في المهارات اللي عندك. ودايما انا بقول للناس اللي هي بتقعد يعني تنقد الناس او تراقب الناس وتقعد يعني فاضيه خالص، يعني ما عندهاش اي حاجه بتعملها في حياتها يعني، وتفضل قاعده كده على الكنبه تقعد تتفرج على الناس، طب لا قومي كده، انا بقول دايما قومي صحصحي وانزلي واشتغلي وبرزي حياتك وشوفي المهارات اللي عندك. ويعني يعني حتى انا بقول حتى لو كبيره في السن، دايما بقولها يعني انا كنت عامله كتاب اسمه اتيكيتا الانوثه من الطفوله للشيخوخه، الله. فكنت بخاطب يعني البنت من وهي مولوده لحد ما توصل سن 60. ففي الفصل الاخير فصل في 60 بقول لها لا قومي انت لسه كل ما فيكي روح في الحياه تقدري تعملي حاجه، صح. كل ثانيه ربنا مديها لنا انا اقدر اعمل حاجه في حياتي. كل ما ننشغل بحياتنا، بشغلنا، بحاجه، بهوايه، بالظبط باي بالظبط، حاجه، يعني انا ما اقولش انا خلاص خلاص كبرت مش حياتي انتهت، لا ما انتهتش، طول ما فيكي نفس داخل وخارج انا اقدر اعمل حاجه النهارده. استغلي كل لحظه في حياتك وان انت تقدري تكوني حاجه تانية خالص.